بقى نتعرف احنا وكل حضراتكم على اهم العناوين واهم الاخبار اللي تناولتها الصحف والمجلات الرياضيه المتخصصه وكذلك المواقع الرياضيه المصريه والعربيه والاقليميه والعالميه. ده هيتحقق من خلال لقائنا بزميلتنا العزيزه مريم سميح مراسله قناه النادي الاهلي. صباح الفل عليك يا مريم وسامعينك، اتفضلي قولي لنا. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. إن شاء الله يبقى يوم سعيد ومشرق كده بإذن الله. طبعا من هنا من موقع جريدة الشروق احنا معانا عدة أخبار عالمية وعربية وكمان على كمان مستوى الأهلي. فالبداية من جريدة الشروق إن الأهلي بيستأنف تدريباته اليوم طبعا استعدادا لمواجهة المقصة. النهاردة إن شاء الله الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هيستأنف تدريباته على ملعب مختار التتش في تمام الساعة 4:30، وده طبعا بعد تعادله مع الاتحاد السكندري أول أمس. ده طبعا استعدادا لمواجهة نادي مصر المقصة يوم السبت المقبل. قبل ما نستأنف بقية أخبارنا العالمية والعربية هيكون معانا طبعا مباريات اليوم في الدوري المصري. هيكون معانا الجونة وسموحة في تمام السادسة مساء على استاد خالد بشارة، وكمان وادي دجلة وبيراميدز في 8:30 مساء على استاد بترو سبورت. عندنا من موقع اليوم السابع اتحاد الكرة بيحدد 15 أكتوبر موعدا لانتهاء دوري القسم الثاني. طبعا حددت لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل يوم 15 أكتوبر المقبل موعدا لانتهاء دوري القسم الثاني لكرة القدم، واللي هيتم استئنافه يوم 20 سبتمبر الجاري. طبعا استقر مسؤول اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة نهائي بطولة كأس مصر قبل انطلاق الموسم الجديد في حال صعود الأهلي والزمالك لنهائي كأس مصر. في نفس الوقت كمان في حال صعود يعني الأهلي أو الزمالك برضو لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل، هيكون معسكر المنتخب سيقام في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر المقبل، واللي بيستعد فيه الفراعنة طبعا لمباراتي توجو في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا اللي هتقام في الكاميرون 2022. من موقع مصراوي الاتحاد الاوروبي بيعلن حكم مباراه السوبر الاوروبي. اعلنت لجنه الحكام بالاتحاد الاوروبي لكره القدم تعيين الانجليزي انتوني تايلر حكما لمباراه السوبر الاوروبي التي ستجمع بين بايرن ميونخ الالماني واشبيليه الاسباني. طبعا من المقرر ان تقام مباراه السوبر الاوروبي بين بطلي دوري الابطال والدوري الاوروبي في 24 من سبتمبر الجاري على ملعب بوشكش ارينا في العاصمه المجريه بودابست. طبعا تايلر هو يعني بيبلغ من العمر 41 عام، بدأ مسيرته التحكيمية عام 2002، ظهر كمان في أولى مبارياته في بطولات الاتحاد الأوروبي عام 2009. من موقع كورة عندنا مانشستر سيتي يفشل محاولة جريزمان لمغادرة برشلونة. طبعا في تقارير صحفية كتير كاتالونية أكدت اليوم الأربعاء أن أنتوان جريزمان نجم برشلونة حاول الرحيل عن كامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وفشل جريزمان في تقديم ذات المستوى اللي اعتاد الظهور به مع أتلتيكو مدريد منذ انضمامه لبرشلونة. ده طبعا بحسب أراء الكثير من المتابعين. وفقا كمان لإذاعة راك واحد الكتالونية فإن ممثلي جريزمان تواصلوا مع مسؤولي مانشستر سيتي وعرضوا عليهم إمكانية يعني ضم المهاجم الفرنسي، وذلك قبل معرفة قرار ليونيل ميسي بالرحيل عن البارسا، لكن مسؤولي السيتي رفضوا حتى التفكير في هذا الاقتراح. طبعا احنا عشان يعني بنحب يكون ختامها مسك، فمعانا من الامارات نيوز محمد صلاح بيتصدر قائمه افضل 10 لاعبين في الاسبوع الاول للدوري الانجليزي. طبعا تصدر نجم منتخبنا الوطني وكمان ليفربول الانجليزي محمد صلاح قائمه موقع سبورت ميل لافضل 10 لاعبين في الاسبوع الاول للدوري الانجليزي لكره القدم بعد تسجيله 3 اهداف هاتريك ليقود فريقه الى الفوز 4-3 على ليدز يونايتد
يونايتد، واكد سبورت ميل كمان ان صعود ليفربول الى قمه كره القدم الاوروبيه والمحليه تحت قياده المدرب الالماني يورجن كلوب كان مدعوما الى حد كبير باهداف النجم طبعا محمد صلاح، واللي بدا مشواره الجديد بقوه شديده. اشار الموقع كمان ان يعني في كثير من متابعي الموقع طالبوا ليفربول بتقويه فريقه في فتره الانتقالات، وان هناك عدد قليل جدا من اللاعبين اللي يعني يمكن ان هم يقتربوا من مستوى صلاح او حتى ينافسوه في المنطقه اللي هو فيها. دي كانت ابرز الاخبار المحليه والدوليه والعالميه وكمان على مستوى الاهلي. بشكركم جدا، عوده الى الاستوديو مره اخرى. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا للزميله العزيزه مريم سميحه اللي كانت متواجده في مقر جريده الشروق.